الدكتور سامي عبد العزيز مدير جلسه الاصلاح والحمايه المجتمعيه. الكلمه الان ايضا لرجل الصناعه السيد الاستاذ محمد ابو العنين والذي ادار جلسه التنميه العمرانيه والاستثمار العقاري. شكرا لسيادتك. الساده الحضور، الحقيقه اتسم المؤتمر برؤى جديده، وبالامس واحنا بنتحدث عن الاستثمار العقاري معالي الوزير فجر قنبلة كبيرة جدا وهو بيتحدث عن رؤى مستقبل مصر 2050. اتكلم هو عليها وقال ان احنا عاوزين نضاعف مساحة الارض اللي احنا عايشين عليها من عبر التاريخ اللي تمثل 6%، عاوز يوصلها الى 12%، وحدد الفترة الزمنية اللي عملها، وبدأ يتكلم عن السياسات والتشريعات اللي هتأهلنا لتنفيذ هذه الرؤى. الفكر ده اللي أنا أتمنى إنه يمشي في كل محافظات مصر وفي كل وزراء مصر، لأنه هناك فرق إن أنا أخد قرار واثنين وثلاثة وهلل القرار، لكن أنا مش عارف القرار ده هيوديني فين. الأمم الكبيرة العظيمة بترسم رؤى المستقبل وتتحدث عن أهداف طموحة وتقول أنا عشان أحقق هذه الأهداف الطموحة أنا بصنع من السياسات والتشريعات والممارسات ده، وبتبقى ثقافة، ثقافة كل يوم في التلفزيون وعلى الراديو وفي الجرائد وفي اللقاءات، ثقافة المشروع القومي اللي احنا عاوزين نتكلم فيه الناس، نقول مصر هتبقى شكلها ايه 2030. احنا شفنا من حوالي 6 أشهر الحكومة وسيادة الرئيس قدموا رؤى 2030. انا كان نفسي ان احنا نصر على البرامج واستراتيجيات تحقيق هذه الرؤى وفتراتها الزمنية، لانه ده الحلم. الشعب النهاردة لما يشعر انه خصوصا الطبقات البسيطة والفقيرة لما تشعر ان في رؤى هتنقلها النقلة العصرية وهتحسن حياتها وهتدود دخلها وهتعيشها في نوعية اجود من الحياة هيتحمل وهو مبسوط على امل. لكن احنا عاوزين ننقل البشرة، عاوزين نرسم التفاؤل، عاوزين نتكلم عن البسمة في المستقبل ليه والاولاد والاحفاده. هنا بقى التخطيط، هنا المشروع القومي اللي كلنا لازم نتمسك بيه ونغني له ونقول اه. انا اتمنى ان مصر كلها تبدا تتكلم عن المشروعات القوميه العملاقه الكبيره وعن رؤى محافظات مصر. مفيش توصيات انا سمعتها يمكن للاسف عن دور المحليات اللي هي قوه الدفع الحقيقيه. التنافسيه في المحليات هي قوه الدفع الحقيقيه للنمو، ودي من اخطر واهم الموضوعات اللي احنا لازم نتكلم عليها. احنا عندنا المحليات عايزه شغل جامد جدا الفتره اللي جايه، والمحليات دي لو بدأنا نتكلم في التخصص الإنتاجي اللي موجود فيها، واحنا بنتكلم عن تخصص إنتاجي عشان نوزع الخريطة الاستثمارية الجديدة. الخريطة الاستثمارية الجديدة بتاعت مصر فين؟ وده مطلب حيوي وأساسي إن احنا نقدمه لرؤى المستقبل. أنا شايف إن أول مطالبة نطالب بيها وزارة الاستثمار واللي وعدت بيها الحقيقة امبارح هي خريطة مصر الاستثمارية الجديدة. هذه الخريطة اللي هتفهم العالم الأنشطة المختلفة فين؟ وهتبني البنية الأساسية فين وإزاي؟ والبنية الفوقية فين وإزاي؟ وأقصد بالبنية الفوقية بنية العقول اللي ما اتطرحتش لغاية النهاردة في صورة مشروعات استثمارية جديدة للتعليم وللصحة. الاستثمار في التعليم فين؟ ومبادراته فين؟ ويتوزع إزاي في مصر كلها؟ على مستويات التعليم المختلفة. الصحة كذلك. الحقيقة دي المشروعات الاستثمارية اللي الناس النهاردة عاوزة تشوفها ونروج ليها. أنا شايف المؤتمر بكل المعايير طرح رؤى وافكار كثيره جدا، كلنا سعداء انها تتفجر في التوقيت ده، وعاوزين نرسم الامل والبشرى للناس خصوصا الفتره دي كلها، لان احنا كلنا في بوتقه واحده، وكلنا لو اشتغلنا على عمليات الانتاج وابدعنا في انتاجنا وابدعنا في فكرنا في التنميه هنحقق. الاستثمار على الابواب، وكل العالم مترقب مصر هتعمل ايه، واذا كنا احنا بنتكلم على مناخ الاستثمار الجيد فاحنا بدأنا بسعر الصرف اللي احنا اتكلمنا عنه وافاد يعني اطلنا فيه وخد خطوه جريئه ومهمه جدا،
لكن لابد أن تستكمل حزمة السياسات والتشريعات المكملة لهذا الإجراء، وإلا احنا في خطر. والسرعة في أداء هذه المجموعة أهم جدا، وإلا احنا في خطر تاني. وأنا بقول لكم، وأنا جاي من جولة أمريكية وأوروبية، أنا شفت العالم مترقب مصر بتعمل إيه، وعاوز يجي مصر، وحاسس بالفرص الاستثمارية الكبيرة، والرؤى بتاعت مصر بدأت تتعاظم، وبدأت في تساؤلات كويسة، وبدأت في ثقة في القيادة السياسية إنه في جدية وفي احترام للقانون واحترام لرؤى وتعاقدات وتعهدات لمصداقية الدولة. أنا بكون فخور وبقول لكم إن صناديق الاستثمار والمشروعات الكبيرة مترقبة، وعلينا إن احنا نكمل بقية إجراءاتنا ونقدم نفسنا في السوق، وإن شاء الله شركة التمويل العقار، شركات التسويق اللي هي المسبع او الهيئه الجديده تقوم بدور لتسويق مصر، وتخلق براندنج ايجيبت، براند جديد، اسم عالمي جديد لكل اسم صنع في مصر او لكل مجال صنع في مصر. شكرا لحضراتكم جميعا.